ماذا لو شنت الحرب على إيران؟ سيناريو مرعب حقاً في حال حصلت الحرب على إيران. تخيلوا معي المشهد: آلاف من الصواريخ البالستية تجتاح المنطقة، آلاف من المسيرات تهاجم مراكز ثقل الطاقة وتمنع تدفق النفط إلى أوروبا، هجوم مباغت للقطع البحرية الأمريكية في المنطقة من تحت الماء ومن فوقه عبر غواصات إيرانية متخفية وطائرات كاميكاز من دون طيار تحمل قنابل ذكية شديدة الانفجار، هجوم بري واسع شمل كل المناطق التي تقع تحت النفوذ الإيراني الممتدة من لبنان إلى سوريا ثم العراق واليمن، ناهيك عن أفغانستان وكل مكان للحرس الثوري لديه فيه موطئ قدم. وقطعاً لن تنسوا إسرائيل حليفة أمريكا في المنطقة، حيث ستنال نصيبها من هذه الحرب. آلاف الصواريخ قصيرة وبعيدة المدى تنطلق من جنوب لبنان بدقة وقدرة تدميرية كبيرة تفاجئ العالم، وحجم التطور الذي طرأ عليها بعد حرب تموز 2006 في لبنان. دخول لقوات النخبة الرضوان في حزب الله للشمال الفلسطيني المحتل يغطي وسائل الإعلام العالمية. منظومات للدفاع الجوي تم شراؤها من روسيا، بالإضافة لمنظومات إيرانية تم تطويرها عن نماذج أمريكية وغربية تشل حركة الطيران الحربي الأمريكي والإسرائيلي. لا ينتهي الأمر هنا أعزائي، تعلن إيران بقيادة الحرس الثوري عن الآلاف من الصواريخ البالستية تحت الأرض بقدرات تفجيرية مرعبة، وتؤكد إيران أن هذه الصواريخ موجودة في تحصينات منيعة تحت الأرض لا يستطيع أي أحد أن يصل إليها حتى ولو استهدفت بقنبلة ذرية أمريكية. وأيضاً لا ينتهي الأمر هنا، تعلن إيران عن صواريخ عابرة للقارات قادرة على استهداف القارة الأمريكية. صمت مطبق يعم الأرجاء يجبر العالم للوقوف عند قوة طهران ليقول للخامنئي: نحن مستعدين للحوار دون شروط مسبقة.